تتجه الأنظار نحو حضرموت، حيث يزور الآلاف قبر نبي الله هود عليه السلام في رحلة روحية تضفي على المكان أجواء مفعمة بالروحانيات والتقاليد العريقة. نذهب للزيارة من السادس من شهر شعبان كل عام، نحافظ على موروثنا الشعبي ونقيم عادات وتقاليد سباقات في مناطق وتنقل، من ثم ترحل إلى من ثم الوصول إلى شعب نبي الله هود عليه السلام. تعد زيارة قبر نبي الله هود من أهم المظاهر الدينية في حضرموت، فالزوار من مختلف أنحاء اليمن والعالم الإسلامي يتوافدون للمشاركة في هذه الشعائر، وتقام على هامش الزيارة العديد من الأسواق الشعبية التي تتيح للزوار فرصة شراء مختلف المنتجات والحرف اليدوية والهدايا التذكارية. وتعتبر هذه زيارة نبي الله هود، وتيها الوفود من جميع القرى وخارج القرى من خارج الجمهورية، وهذه تعتبر زيارة نبي الله هود سنويا تعتادها، والناس تتوافد في هذا المكان. تمثل زيارة قبر نبي الله هود ظاهرة دينية وثقافية هامة تجسد ارتباط المجتمع هنا بتاريخهم العريق، وتعد هذه المناسبة فرصة هامة لتعزيز السياحة الدينية والثقافية في حضرموت. أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت.